التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام عشاق الأصالة، تستمر انطلاقات اشواط صباحي هذا اليوم لسن الايداع. شاهدنا المعترك وشاهدنا الايثار لسن الاذاعه، فتهانينا لكل الفائزين بالمراكز الاولى من الاشواط الماضيه، واذا نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط الخاص بالابكار المفتوح الى المقدمه مباشره الى الصداره الى المركز الاول. وهنا ابرار تتقدم على المركز الاول، سهيل بن حمد بن مرزوق العامري يتقدم على البداية الاولى وعلى المركز الاول، بينما ننتقل الى المركز الثاني لأتابع القادمة. على المركز الثاني في هذه اللحظة بنت عشاق تتقدم في هذه اللحظة في المركز الثاني، سالم بن سهيل بن صالح العامري يقدم لنا بنت عشاق، بينما نتابع اللي على المركز الثالث ووصل الدمعة ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي. مصلحة مرحبا يا بن مصلحة، يقدم لنا هذه الدمعة، يقدم لنا دمعة. بينما في المركز الرابع أتابع الوصول من متناحية أحمد بن سعيد بن سالم الينيبي على المركز الرابع وخامسا، اللي وصلت في هذه الانطلاقة مرموقة لمطر بن سالم بالعرطية. المركز السادس المنصوري يقدم لنا سلهود مطر بن محمد بن علي المنصوري في هذه الانطلاقة، بينما نتابع الجذاب عمر بن حمد بن سيف بن تميم الاكتبي، وثامنا تتقدم هذه ايضا مرموقة كذلك ياتي سالم بن نايع بن سالم الغفلي يقدم لنا مرموقة على المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز بي بيه يا مرحبا يا حلوة البي، تتقدم بيه الآن عبد العزيز بن عبد الله بن فاضل المزروعي يقدم لنا بيه على المركز التاسع. المركز العاشر شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت، أوصلت الآن هذه هي من حاف محمد بن عبد الله بالطير العامري يتقدم في هذه اللحظة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا ندعينا للعشر المراكز الأولى، ولكن أسامي خلف العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها وندائها مع الكادر الإعلامي، ولكن نعود من جديد إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة إلى البداية الأولى. وهنا الآن بنت عشاق، بنت عشاق سلالة عشاق العاصفة، سلالة عشاق العاصفة وانتاج محمية العاصفة. الله 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 على هذا الأداء اللي تقدمه لنا بنت عشاق. المركز الثاني الجذاب، الجذاب عمر بن حمد بن سيف بن تميم أيضا الاكتبي يتقدم الآن إلى المركز الأول، غير بينما نتابع على المركز الثالث في هذه اللحظة من وصلت متناهية أحمد بن سعيد بن سالم الينيبي في المركز الثالث، ورابعا اللي تقدم الدمعة ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي. الأحبابي في هذه اللحظة يتحرك مع هذه الانطلاقة، ولكن شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت الآن، وصلت التزام وأول نداء لالتزام، وصلت الآن مع اقترابنا للكيلو المتر الأخير، يقدمها لنا ناصر بن علي بن خصيبة الظاهري
أهالي منازف، أهالي العين، أهل منازف يتقدمون، لحضروا في الشوط يسوون البلبلة، يسوون البلبلة، ولكن راغب لي، راغب لي اللي تحرك. هذه مديار حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي، فارس أهل الجنوب، فارس أهل القوة، بالإنتاج الفاخر، بالنوعيات الفاخرة، يتقدم بهذه النجمة اللي بداخلها الكثير من إنجازاته بالرموز وبالسيارات، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة. روح يا بنت ميم، روح يا بنت ميم، حذاري من أهل منازف، حذاري من بن خصيبة، بن خصيبة، روح يا بن خصيبة. وش التريا يا أبو علي مع هذه الانطلاقة؟ بن فارس يتحرك، يتحرك مع المركز الثالث، لكن التزام، التزام، تقول أنا ملتزمة بكل القوانين إلا الفوز. لا والله أموت وحياب، أموت وحياب في كل البطولات، في كل المهمات. سلام يا منازف، سلام يا منازف، سلام، سلام لعيال بن خصيبة. كافة على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا لناصر بن علي بن خصيبة على هذا الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني من وصلت الجذابة عمر بن حمد بن تميم الاكتبي، المركز الثالث من وصلت هذه مديار لحمد بن عبد الله بن فارس الدرعية. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، 7 دقائق 52 ثانية. مشكور على التوقيت، مشكور أيضا على هذا الفوز والانتصار التي قدمت لنا مشاهدينا الكرام. التزام التي أهدت ناصر بن علي بن خصيبة، وتهانينا للشاعر علي بن خصيبة أبو ناصر الذي أيضا الداعم لهذا الشعار، واستاهلون الفوز. خلفان وخميس وأخوانهم كافة، وسلاماتنا محملة على ظهر التزام بالوردي والياسمين إلى مدينة العين وإلى منطقة منازف، مقر الفوز والانتصار. تهانينا.